السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. الوقت صار لنا كامل وين نشريو الدلاع ونطيحو في دلعة ماشي بنينة وماشي حلوة، باش ديروا بها جو على بالي تقولوا لازم نحيولها كامل العظم ميتو. مي بصح انا اليوم حنوري لكم عصير رائع وما تسحقوش مام با باش نحيولها العظم تاعها. كيفاش نحضروه؟ واش نحتاجو؟ اولا نحتاجو الدلاع تاعكم، تقطعوه دي مورسو نورمال يعني براج هكذا. تحتاجوا نص كاس تاع عصير الليمون يعني تاع عصير القرص تاعكم، وكيلو قس نص كاس، نص كاس وشويه تاع السكر والنعناع. الوغ اول حاجه واش نديرو؟ نرفدو البون ميكسور تاعنا، نحطو فيه دلاع ديالنا نورمال هكذا. نبداو شويه بشويه، نرفدو البغا ميكسور ونبداو نديروه بلو بغون. مع الاولى راح يجيكم صعيب على خاطرش كما راكم تشوفوا ما درناش فيه كامل الماء، لكن بشويه شويه هو رايح يتعسى. الوغ كما راكم تشوفوا واش راني ندير، ما رانيش نشعل البغا تاعي ونخليه مشعول، لا لا ديرو هكذا يعني تشعلوه وتحبسوه، ابخي تعاودوا تشعلوه وتحبسوه. وعلاه؟ باش العظم تاعنا ما يترحش. الوغ نزيدو الدلاع ونكملو نديرو نفس الطريقه حتى نرحيوه كامل. الوغ هكذا دوك خلاص يجيكم ساهل، مادام ترحى الاولاني يعني ولا لنا سائل خلاص الاخر حيجينا ساهل. بنفس الطريقه هكذا ديرو. الوغ كي ديروا هكذا العظم تاعنا ماهوش يترحى، غير عظمات شويه برك اللي يترحوا. نكمل بنفس الطريقه ونولي لكم. اذا كملت بنفس الطريقه، الان استعملوا هاد لاباسوار هذه تاع البلاستيك اللي فيها اون باسين من تحت، تفرغوا العصير تاعكم تاع الدلاع فيها. هاكا راح تلاحظوا بلي كاين دي موسو اللي ما تعصروش مليح، معليش. الوغ وديروا هكذا باش يحبط العصير ويشد لنا من فوق العظم. الوغ شوفوا كيما راكم تشوفوا العظم كامل تشد هنايا. باغ كونطخ لو كان تشدوا البغا تاعكم وتقعدوا معبزين عليه العظم هو رايح يترحى. انا رانا رايحين كيلو، كل تلت كيسان تاع العصير تاعنا اللي ما زدنا نو ني ما ني والو، انا رايحين نضيفو له كاس واحد تاع الماء. اذا 3 كيسان تاع العصير تاع الدلاع اللي عصرناه نضيفو له كاس واحد تاع الماء. هاي نفرغ في اون باسين هكذا الكاس الاول والثاني والثالث، نضيفو له كاس واحد ديال الماء هكذا. اللي يحب العصير ما يكونش خاطر يعني يحبوا ما يهكتر، ضيفوا الماء على حساب الذوق تاعكم. نزيدوا له نص كاس تاع قارص هذاك، ونزيدوا له نص كاس تاع سكر وشويه، ونحركوا كلش. نحركوا هكذا كما قلت لكم. بالنسبه للسكر للقارص وللماء كل واحد وذوق تاعو، كاين اللي يحب الجو قارص كتر يزيد له القارص كتر، كاين اللي يحبو حلو كتر يزيد له السكر كتر، وكاين اللي يحبو مايه كتر يزيد له الماء كتر. نحركوه مليح ونفرغوه في قرعه. والنعناع تاعنا شوفوا انا رايحه نخليهم هكذا يعني ما نديرهمش ورقات. وعلاش؟ على خاطرش حنا النعناع ما نحبوش يجوز لنا في الكاس يعني جوست باش يعطي الذوق تاعو. تزيدوا له النعناع وتحركوه ومن بعد نحطو كلش في قرعه. اذا هاوليك في الاخير على واش تحصلنا. الى راكو رايحين تقدموه للضياف ديروه في اون كاغاف هكذا، سينو الى ليكم ديروه ديريكتومون في قرعه. شوفوا نتمنى انكم تجربوه على خاطرش ما تصوروش شحال بنين هاد الجو. على بالي بلي بزاف حيعجبكم، حتى صاركم كيما انا ما مدلعه تكون بنينه نروح نديرها جو هكذا. الوغ هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر في لي كومونتير. للمره القادمه ان شاء الله ومع السلامه.